المهم ده تطبيق جاهز، وادي ستارت اب بتاعتنا، كل حاجه موجوده فيه والدنيا شغاله. دي اخبار المدرسه. ثالث حاجه الايفنت اقدر برضو اعدل فيها، تمام. بس خد بالك هو برضو مستخدم هنا صور، يعني هو هنا مستخدم اشياء اخرى كصور كعناصر كحاجات من على اليوتيوب كايقونات. فطبعا التغيير في الصوره صعب، بس ممكن تغير في الكتابه اللي فوق الصوره يعني غالبا. يعني في الفوتو جاليري هنا عندي عناصر، عندي المفروض في الفوتو جاليري في ال 2020 ديت والاثنين دول اقدر المفترض لو انا غيرت خليتها 2023، تمام الكلام، هتتغير هنا وتتغير معايا المفترض في فوق الصورة. المفروض لو ما دي ما كانتش صورة ثابتة يعني، ماشي الكلام. فدي صورة وادي سكول اهي، دي المفروض 20 اهي متغيرة فوق اهي 2023 اتكتبت معايا فوق، بس طبعا لسه ما اتعدلتش بره هنا ورا. يمكن دي صورة مكتوب عليها، هي مكتوبة فوقيها. طيب يبقى هنا هي اتعدلت، عشان لما بدخل بلاقيها متعدلة. طب الأخبار اللي أنا كنت أعملها بالعربي، فأنا كنت كاتب هنا يور نيوز أخبار المدرسة، أنا كنت شغال بيها في العربي. فدي برضو لازم نشوف إيه الأشياء دي بتعمل إزاي. هنا في لايبراري بقى، يعني اللايبراري فيها مجموعة عناصر، هو حاطط زي هيدر كده اري، قد يكون هو حاطط فيها العنوان بتاعه لايبراري هيدنج. يعني نقدر نغير نشوف، بس لو غيرنا اللايبراري خلينا 1 2 3 تمام، هو ما اثرش. فالخوب بس هو يكون مستخدم هنا صور، فاحنا بنقدر نعدلها برضه. المهم طبعا احنا قعدنا نحلل البرنامج ونجيب دي فوق ونجيب دي تحت. لا الكتابه باللغه العربيه سهله، هنكتب يا دكتور احمد ونشتغل كويس. الدكتور محمد الطيب خلاص حل المشكله، ولسه الدكتوره سالي بس. فالامور هنا تمام. ده برضو ما تنساش يا دكتور احمد انه برنامج جاهز، يعني انا ما اعرفش، مش بتاعي ده، انا ما اعرفش عنه حاجه. فلما يكون ده بتاعنا من اوله نشتغل صح، نشتغل يعني ما فيش اي مشكله. تعالوا بقى نصدره. خلاص جبناه وشفنا، بيقول لك لديك بعض التغيرات حلها. طبعا ده احنا لسه جايبينه وما عملناش حاجه يعني. فنقول له انشئ للتطبيق. طبعا لو هي الامور تمام هينشئ. فهو شغال فوق اهو، المثلثات عماله تتعمل. لما اوريك شكلها فين، شايف انت الايد ديت وعليها المثلثات اللي عماله تلف حوالين نفسها دي، هنا معناها انه بينشئ. طبعا لما بينشئ تمام الامور تمام. وبرضه هنا بيديني رسالة تانية فوق يقول لك ان الجاري الانشاء، ماشي سيبه ينشأ. ونرجع احنا هنا فين لشاشة تانية نشغل منها يعني. فهو شغال، انا ما بنسألش فيه، اول ما يخلص هيديني رسالة. فانا سايبه ينشأ يطلع المشروع ونشوف شكل المشروع الجاهز ده ايه. تعالى هنا نشوف المشاريع بتاعتي. يعني هنا عندي المفروض يبقى فيه 3 مشاريع، عشان انا عندي مشروع بيخلص اهو. تطبيق مدرستك اهو، انا قلت انا عندي 3. تطبيق مدرستك اللي هو بيخلص ده، اللي ممكن يكون خلص واحنا بنتكلم، لا لسه. فانا كده عندي 3، الجمعيه والمقدمه في الحاسب وتطبيق مدرستك. فانا اقدر اعمل تاني من النماذج، ما هو تطبيق مدرستك من النماذج وديت سابقه. انما تعالوا بقى ان احنا ننشئ تطبيق من البدايه، ولما تطبيق مدرستك يخلص ابقى ابعته لكم نحمله على الاجهزه، والناس اللي متفاعله معايا تشوف التطبيق الجاهز حلاوته وشغال ازاي. طبعا انا برضو مش عايز اكروت الحته بتاعت التطبيقات الجاهزه، فلو تسمحوا لي برضو ان انا اروح للتطبيقات الجاهزه واروح على المحتوى، وهتلاقي هنا تعليم، مش هتلاقي تطبيق مدرستك بس ان هو نموذج. كان نموذج كام تطبيق مدرستك؟ كان نموذج 3. انت عندك هنا نموذج 2 للتعليم، education application، جميل برضو. وعندك تطبيق ثالث برضو how to make money online، دي مرتبط بالتعليم، انك بتبيع دورات تدريبية online. طبعا ده اللي عايز حاجة تعليم. في ناس بقى اساتذة يقول لك لا يا دكتور عبد الرحمن الموضوع ده حتة كبيرة، انا عايز بس اعمل مقرر اسرائي للطلاب، يعني اعمل لهم كتاب الكتروني بس، او مكتبة الكترونية فيها الاصوات وفيديوهات وكلام من ده. فانت عندك 3 نماذج برضه، ممكن تعمل حاجه شخصيه،
حاجه شخصيه تعرفهم مين هو استاذ المقرر. ممكن تعمل محتوى صوتي، صوتي بس ده مخصص للصوتيات. ممكن تعمل لهم زي اخبار مقرر، يعني انت تختار تمام المحتوى دي كلها. ده بقى وصفات ممكن كليه الـ يعني اللي ليه علاقه بالوصفات الغذائيه وكده يعني. ففي هنا الكتاب الالكتروني، بس طبعا هو ايه بيعاكسني في ماشي الاخبار، قالب محتوى فارغ، الموضه يلهم ماشي شخصي، الوصفات اهي يعني، بس مش عارف يمكن فاضيه لها كوك ميكر، فبرضه ممكن تبقى حاجه كويسه. وفي مشاريع تخرج عند بعض الطلبه اللي في اقتصاد منزلي وكلام من ده، استخدموا برامج زي ده جاهزه وعملوا تطبيقات ابلكيشن يعني تمام. فالامور تمام هنا خلص. فاسمحوا لي ان انا ابعت لكم اللينك بتاعه كتطبيق رقم 2، علشان يبقى احنا عندنا هنا برضو طبعا حجمه ممكن يكون اكبر سنة او اصغر، طبعا مش هتفرق معانا. في هنا نبعت بس كده تقريبا ده التاني، ده انا بعته لكم وهستخدم الموبايل بتاعي انا كمان، هو بيوصل بنفس الطريقة. اللي جرب جرب، واللي ما جربش يجرب تاني يعني، اللي جرب تمام واللي ما جربش يعيد التجربة. نشوف كده، انا هو بيتحمل اهو على الموبايل ده جاهز، احنا ما تعبناش فيه، هنعدل بس وننشره يعني للطلبة لو هو كان يلزمني. ادي تطبيق مدرستك بنفس الطريقة اهو، فبعمل له انستول برضو، وهو بيعمل له انستول بكده، وبيسمح لي ان انا اوبن، بسمح لي ان انا اعمل اوبن لي بالشكل ده. جميل جدا. تعالوا مع بعض كده ابعت لكم الصور. ادي اول صوره وانا بعمل له انستول، مفيش اي مشكله. تاني صوره وهو بيتعمل له انستول، مفيش اي مشكله برضه. تالت صوره لما خلص قال لي اوبن ولا دان، قلت له اوبن، وبعت لي السبلاش سكرين بتاعته، البت الصغيره اللي عماله تقرا على الكتب. وفعلا الدكتوره بلقيس خلصت في نفس الوقت اللي انا ايه بعت فيه، ومعانا برضو الدكاتره بيبعتوا ما هم بنفس الشكل. طب انا اضغط على الزر، فتح لي تطبيق المدرسه بسم الله ما شاء الله، وقال لي شوف انت عايز بقى ايه في تطبيق المدرسه، والناس بدات اهو تشتغل، وتطبيق جاهز اور سكول، وانت غير ما يلزم. تطبيق جاهز انت جايبه من العدم، ماشي الكلام. اذا بنقول هنا، بنقول الاتي، ادي الناس اهي شغاله، وضع التطبيقات موجوده، والناس شافت تطبيق مدرستك، والدنيا شغاله، والدنيا روقان، وتطبيقات انتوا بتحملوها على الموبايلات من قبل ما نبتدي شرح عن طريق الفورم الجاهزه، الفورم الجاهزه. اللي انا عايز اقوله هنا بقى في التعليم، لا تنسى المعلومه اللي انا عايز اذكرك بيها، بس لا تنسى، انتوا معايا الاول، بس لما اخد بس اتاكد ان الناس معايا عشان انا هذكرك بحاجه ويطلع الناس مش معايا، سواء اللي جرب او اللي ما جربش، يعني ما حدش يتحرج يا جماعه. اللي ما جربش قد يكون معذور، قد يكون الصيام وصلاه التراويح، اللي جرب واللي ما جربش يستجيب معايا، ما يهمكمش يعني. اللي جرب هو اعلى درجه انه جرب وبقى متمكن، اوكي. اللي ما جربش يحاول يستفيد معايا برضه، يتفاعل يعني، وناخد بايد بعض، ممكن بكره يحب يكمل او يشتغل. 4 بس من 60 يا جماعه، فين الدكتور محمود؟ تمام الباقيين يلا. المهم اللي جرب واللي ما جربش، خدوا بالكم من حاجه مهمه، ان التطبيقات التعليميه هنا ثلاث قوالب جاهزه. تطبيق اللي هو هاو تو ميك ماني اونلاين، ده كورس ابلكيشن، ده للكورسات يعني، ده بتحط ليفل 1 البيجنر ومش عارف ايه، دي كورسات بتحط هنا كورسات، والكورسات دي ممكن تبقى يوتيوب، وانت تديها الطلبه بتوعك يتفرجوا على الفيديوهات التعليميه ويشتغلوا. هيشتغل يا دكتور احمد، هيشتغل زي التاني بالظبط، جرب مره كمان، التاني عمل معاك كده واشتغل، هيشتغل تمام، جرب تاني. المهم في تطبيق تاني اللي هو الاس ام ام، اللي هو خاص
بترويج الفصول والمقررات وجذب الطلاب وممارسة العملية التعليمية أونلاين، اللي هو التاني ده تقريبا الاس ام ام. وفي بقى اللي هو اليور سكور ابلكيشن اللي احنا استخدمناه مع بعض، اليور سكور ابلكيشن اللي هو ده بيستخدم في التواصل بين الطلبة والمعلمين واولياء الامور وخلافه. تقدر تختار واحد من الثلاثة وتعدل عليه، او ايه بقى، او لا انا مش هنشئ الكلام ده، انا هروح لمشاريع وهنشئ مشروع جديد من البداية. اذا شغلنا مشاريع موجودة وبعتها لكم والزملاء حملوها، وفي زملاء هم بدأوا يحملوا من المشروع الجديد بتاع الايه، بتاع تطبيق مدرستك، ودكتور عجلان اهو ممتاز يا دكتور، انت كده دكتور هنا عامل التحميل وبدأ فتح البرنامج من جوه والدنيا ماشية هنا عند الكل. والدكتور احمد قال تمام تمام يا دكتور احمد، ظبطت الدنيا، يبقى تمام.